هذه الحديقة تحمل جميع صفات الروعة والجمال بصورة مصغرة بحيث يطلق عليه اسم تركيا مصغرة، وهي بالفعل حديقة ومتحف ومتنزه واستراحة وفن وثقافة ومتعة مطلقة لا مثيل لها، حتى أن الأتراك أنفسهم يقبلون على زيارتها. نحن هنا في تركيا الصغيرة، لكن ما يزيد المكان روعة وجود مجسمات دقيقة لمعالم تركيا تعود لآلاف السنين. بإمكانكم مشاهدة الكثير من المجسمات الدقيقة لأهم المعالم التي تفتخر بها إسطنبول وتركيا بشكل عام، بالإضافة إلى مجسمات لمعالم اشتهرت على مستوى العالم خارج تركيا، كما وتشتمل حديقة مينياتورك إسطنبول على عدة أقسام كقسم مدينة الألعاب، إضافة إلى قسم مصغرات السفن البحرية وغيرها. تقع مينياتورك في منطقة سوتلوجا على الشاطئ الشمالي الشرقي من القرن الذهبي في إسطنبول، وتم افتتاحها بتاريخ 2 أيار مايو عام 2003 من قبل الحكومة التركية. شيد هذا البناء والمجسمات بمشاركة مهندسين عرب، وتغطي المنطقة مساحة مقدارها 60,000 متر مربع، وتعد بذلك واحدة من أكبر الحدائق المصغرة في العالم.